قانون العفو العام ألزم مجلس النواب برئاسته وأعضائه أنفسهم بأنه قانون العفو العام عن الأبرياء. عن منو الأبرياء؟ لعيدة مرة ثانية، عن منو الأبرياء؟ يعني راح أصير مثل ملة بعهد جدي وجدكم، لازم نحكيها مثل طلبة اللي يقعدون يم الملة كانوا يودوهم كتاتيب ملة يقول له شلون أحفظ لك إياها؟ هاي برتقالة وهاي تفاحة، وأجمع البرتقالة ويا برتقالة تصير برتقالتين. هذا المبدأ الأول للرياضيات عندنا كعراقيين من كنا عند الكتاتيب والملالي قبل 100 سنة وما دون. فإحنا نعم قانون العفو العام عن منو؟ عن الأبرياء. عن منو؟ عن الأبرياء. عن منو؟ عن الأبرياء الذين أخذوا جريرة مخبر سري كاذب ووشاية كاذبة وتهم كيدية. إيش قد عددهم ذولا بالعراق يا نور حمداني؟ والله يا جماعة يقال بين 60,000 وأكثر. والدليل أنه فضيلة الشيخ مهدي الصميدعي طلع في إحدى الخطب قال 85,000 بريء، مو أنور حمداني قال 85,000 بريء. إذا كل واحد نحسب أمه وأبوه إذا على قيد الحياة، وأخواته وأخوانه، وإذا متزوج وأطفاله، إحنا جاي نحكي أقل شيء عن 6 ملايين، أقل شيء من 6 إلى 12 مليون عندهم ترقب أنه البرلمان قرر الموازنة حتى تقر قانون العفو العام. ونحن في ظل الحملات الشعبية الآن المطالبة بإقرار قانون العفو العام نعلن من استوديو 9 من قناة الفلوجة الفضائية التزامنا الالتزام الأخلاقي والمبدئي بأننا نطالب وننضم إلى هذه الحملة، كما دعا إليها جناب الشيخ خميس الخنجر رئيس تحالف السيادة وزعيم أهل السنة والجماعة في كل خطبه وأحاديثه المباشرة، خاصة بعد صلاة الجمعة في كل مسجد كان فيه في بغداد وخارج بغداد يتحدث، لأنه يطلبون من عند المصلين يقولوا له يا أبو سرمد احكينا، يقولهم يا جماعة احنا دخلنا العملية السياسية ومنذ عودتي إلى بغداد في 2018 إن حقوق أهلنا، انصاف المظلومين، انصاف عوائل المغيبين والشهداء والجرحى والمهجرين، وانصاف الأبرياء في السجون جريرة مخبر سري. فنحن ملتزمون بهذا العهد الأخلاقي الذي التزم به وأطلقه جناب الشيخ خميس الخنجر بأننا راح نبقى يومية، راح نبقى يومية. أول ما نقول نقول والله وين صار قانون العفو العام؟ هيك نبقى إيه لازم، ما عدنا غير صوتنا بأن نقف مع الأبرياء ومع عوائلهم. دائما نقول وين قانون العفو العام؟ أعيدوا المحاكمات بدءا بإعادة التحقيقات اللي صارت على الأبرياء وراحوا بالسجون، اللي انحكم إعدام واللي انحكم مؤبد واللي انحكم شتى الأحكام وهم أبرياء، بينما الإرهابيين فنوعين، أكو إرهابيين طلقاء والحكومة ليست الحكومة الحالية فقط وإنما كل الحكومات وأجهزتها الأمنية تعرفهم منه وتعرف أن ذولا أبرياء بالمقابل، ترى حتى الكثير من رجال القضاء واحترامنا لرجال القضاء وللقضاء والمؤسسة القضائية يعرفون أن ذولا أبرياء الموجودين بالسجون، ويعرفون أن الإرهابيين طلقاء. فأكو إرهابيين نوعين، لو طلقاء لو بعضهم، لا والله يا أخواني يقول لك عايش معزز مكرم بالسجون والأبرياء واقع براسهم وتريد